اخبار اليوم. الله يرحمه الحاج سيد زيان، انا من تلامذته وانا من كفر دوار بحيره، واشتغلت معاه مسرح الترباس ومسرحيه اسمها الجريء مليونير. والله يرحمه كان راجل خلوق ورجل عظيم، وكنت شغال معاه مسرح وكان بيشجعني ان انا اعمل حاجه، وسمعت كلامه ونزلت القاهره. ما قال لي انزل القاهره وربنا يكرمك وهتبقى فنان كويس، والحمد لله رب العالمين الناس عرفوني، والحمد لله يعني اتعلمت منه حاجات كتير. وكان مخرج المسرحيه الحاج حسن عبد السلام الله يرحمه، وربنا يرحمه ويحسن اليه، كان راجل عظيم وبيحب لي الخير وبيحب للناس كلها الخير. و نعم عايز اقول ربنا يرحمه، ولازم ندعي له كلنا ونقرا له الفاتحه الله يرحمه. انسان عظيم انا اتعلمت منه، وكنت انا موجود في اسكندريه كان ساعه العرض المسرحي البروفا الجنرال، كان بيعزمنا كلنا، يعني كان راجل صاحب واجب وراجل عظيم وراجل اخلاقه عاليه، وكان بيحب الخير للناس كلها. والله يرحمه ويحسن اليه، الله يرحمه الله يرحمه.